وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. شفت كيف طريقة معك؟ خروف متخدر الآن هو جاهز للدب. بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، سبحان الله، بسم الله والله أكبر، بسم الله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. شفت كيف طريقة معك؟ خروف متخدر الآن هو جاهز للدب. نعم. شوف الآن ما يتحرك، جاهز للدب. لا إله إلا الله سبحانه. شوف الآن تقدر. بسم الله، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله، بسم الله والله أكبر. بالذكر والتسمية وعدم ترويع الخروف، إعطائه موية قبل، طبعا يعني الهدوء معه بإذن الله يستسلم استسلام كامل بإذن الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. قبل أن تتصرف مع الذبيحة يجب أن تريح، أن تستريح الذبيحة بأن تقول هكذا بسم الله الله أكبر. في هذه اللحظة تستكين الذبيحة، يعني ما عادش تتحرك وما عادش تحتاج حتى يعني. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الله أكبر.